السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة. بداية وطبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 92 و181 منه، وكذا المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء أجرى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية. وشملت الحركة تحويل 4 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 7 رؤساء مجالس قضائية و9 نواب عامين. وتهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي. وقد جاءت الحركة كالآتي: أولاً، رؤساء المجالس القضائية: مجلس قضاء الأغواط عبد الرحمن رحماني، مجلس قضاء البليدة كمال غزالي، مجلس قضاء تيزيوزو محمد قروابي، مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد جيلاتي، مجلس قضاء الصيف كمال حاج مهوب سيدي موسى، مجلس قضاء عنابة سليمان حمودي، مجلس قضاء قالمة محمود عزيون، مجلس قضاء البيض زهير نميش، مجلس قضاء برج بوريريج عبد الرزاق زارب، مجلس قضاء الطارف رضا سعدي، مجلس قضاء الوادي مراد بن إدريس، مجلس قضاء سقراس سمير حمالي، مجلس قضاء غليزان جلالي بوترفاس. ثانياً، النواب العامون لدى المجالس القضائية: مجلس قضاء أشلف محمد معطلة، مجلس قضاء بسكرة جمال الدين زيداني، مجلس قضاء تلمسان أحمد جلول لحسن، مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة، مجلس قضاء جيجل مبروك بومعالي، مجلس قضاء قلمة العربي عكروت، مجلس قضاء المسيلة فيصل بن دعاس، مجلس قضاء ورقلة عزيز زعيم، مجلس قضاء وهران نور الدين محبوبي، مجلس قضاء البيض يوسف عزيزية، مجلس قضاء إليزي زين جلاب، مجلس قضاء الطارف محسن شخاب، مجلس قضاء تسمسلت الحاج تشيرا، مجلس قضاء عين تيموشنت عبد القادر الكرودار، مجلس قضاء غليزان عمر اجناوي. الجيش الوطني الشعبي حامل لواء أبطال الأمجاد وسرير الشهداء والمجاهدين من جيش التحرير الوطني المرابط بعزة وشموخ على الثغور دفاعا عن الوطن والأمة. مسار من البطولات تحقق بفضل نظرة استشرافية وعصرنة واحترافية في الأداء، تمكن من تحقيق نتائج باهرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، صونا لسيادة الوطن وحماية للحدود ووحدة الشعب، والدفع بالنفس فداء لإنقاذ أسر بكاملها حاصرتهم ألسنة الحرائق وجبال الثلوج وغيرها من البطولات الخالدة. إنجازات حققت متانة رابطة جيش أمة والتلاحم الأبدي. إذن تحيي الجزائر اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي في طبعته الثانية المصادف للرابعة أوت من كل سنة، والذي أقره رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون عرفانا بالأدوار الريادية للمؤسسة العسكرية في مسيرة بناء الوطن وحمايته وصون السيادة والوحدة الوطنية، وكذا الاضطلاع بمهامها الدستورية النبيلة لضمان الأمن الشامل وفق رؤية متبصرة وتكريس تلاحمها الأبدي مع الشعب. نادي علمي. هي تدخلات بطولية لأفراد الجيش الوطني الشعبي في نجدة وإعانة المواطنين الذين حاصرتهم حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا في عدد من ولايات الوطن،
وتم إخمادها في ظرف قياسي، تدخلات تؤكد أن التضحية والفداء من أجل الآخرين ومن أجل الوطن هي عقيدة راسخة في نفوس أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وتثبت جليا ومجددا قوة الرابطة جيش أمة. التلاحم بين الشعب الجزائري وقيادته الوطنية ومؤسساته الدستورية ومن بينها المؤسسة العسكرية لا يزال الضمان الوحيد للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. ويعرف الجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة طفرة مشهودة في عصرنة وتحديث قدرات قوام المعركة والاحترافية وتنمية وتأهيل العنصر البشري، وينفذ برنامج التحضير القتالي بصرامة واقتدار تتخلله تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية على مدار السنة. كما تمكن من تحقيق نتائج باهرة في مكافحة الإرهاب ودحر قوى الشر التي تتربص بأمن المواطن وتطهير البؤر الإجرامية من تجار الأسلحة والمخدرات والجماعات الإجرامية، والتصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاول على الجزائر القوية بشعبها وجيشها. ولأن الأمن لا يقبل التجزئة، وضعت قيادة البلاد نصب أعينها ضرورة تحقيق الأمن الشامل ككل غير متجزئ بعيداً عن المفهوم التقليدي للأمن، ووضعت تحقيق الأمن السيبراني أحد أولويات السياسة الدفاعية للجزائر. الجيش الوطني الشعبي الحامي والمدافع عن الأمن الوطني منخرط أيضاً في مرافقة تطور البلاد اقتصادياً من خلال تطوير القاعدة الصناعية للبلاد والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. إنجازات معتبرة أخرى تحققت في شتى المجالات بفضل استراتيجية واضحة المعالم وعمل مستمر يتجاوب مع التطورات الحاصلة، والهدف بلوغ أرقى المستويات. فخر الجزائر، فخر الجيش العربي. يا ريت الشهداء يكونوا يشوفون إن شاء الله. هم اللي يبدأوا بنادي قصيد يشوفوا السرير جيش التحرير كيف وين وصل. الحمد لله، الله يكونوا خير وخلف الخير إن شاء الله. إن شاء الله مضمونة، هذه بالنسبة للجيش مضمونة إن شاء الله. وينفرد الجيش الوطني الشعبي عن بقية جيوش العالم بكونه لم يتأسس بمرسوم، وهذا ما يفسر الدلالات العميقة للبعد الوطني والامتداد الشعبي لسليل جيش التحرير الوطني الذي ولد من رحم معاناة شعب تكبد الويلات وفجر ثورة من بين أعظم ثورات التاريخ المعاصر. هذه الرابطة المقدسة بين الجيش وأمته رسمت في يوم وطني يبرز مواصلة المؤسسة العسكرية القيام بدورها بدون هوادة وبكل احترافية في مسيرة بناء الوطن وتأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية للبلاد وحماية الشعب من أي خطر محدق. هو الجيش الوطني الشعبي في خدمة الوطن ومواطن مفتخر بجيشه. نعتز بالجيش الوطني تاع دركا بالبزاف في الأزمات، أنا نشوف فيهم غير هما في الحرائق في الفيضانات، شفناهم في كل الصعاب كما نقولوا اللي صارت لنا في الوطن. الجيش هما كما نقولوا رقم واحد. بلا الجيش تاعنا الوطني هذا ما نكذبش عليك، يعني ما نصورش احنا رانا عايشين مرتاحين في هذا الوطن بصفة عامة، يعني كل أنحاء الوطن راه داير الدور تاعو كما يلزم، والحمد لله يعني نفتخروا به وهو قدوتنا إن شاء الله. يعني هو يلعب دور أساسي في كل ما تكون طيح الجزائر في أزمة إلا ونقوى مؤسسة الجيش هي اللي تكون في المرصد. بالنسبة للجيش هو من زمان هو كان في الأزمات وكان في الأمور الصعبة اللي كانت، يعني هو جيش هو شعب وشعب هو جيش، على هذا نصبوا الجيش كله في أزمات مهما كانت حريقة أو فيضان أو إنه ونفتخر بهذا والحمد لله. الجيش مد الجرارة تاعو في المواقف اللي كانوا عنده، مواقف كان يعني طبيعية ولا كان مواقف إنسانية. احنا نقولوا يعني الجيش تاعنا تحية وتقدير من هذا المنبر، لأن الجيش في البلاد لازم يكون
حنا كيعني رانا نشوفوا يعني الضغوطات اللي راهم على البلاد. حنا عندنا الجيش لازم نديروا له مرتبه كبيره، كونه يسمى مرابط على الحدود الجزائريه ويعتبر في الواجهه الاولى بالنسبه للوطن وبالنسبه لحمايه الوطن هذا وحمايه الشعب. والحمد لله لقينا الجيش يعني الجيش تاعنا يعني في جميع الاوقات، ويعتبر الجيش يعني هو سليل الجيش التحرير الوطني ومكون من ابناء الجيش ابناء الشعب الجزائري. الجيش نحييه وراه سهر ليل ونهار لحمايه الجزائر، راهي قويه بالجيش نتاعها وبالشعب نتاعها وبالتلاحم اللي كاين ما بين الجيش والشعب. لما نقول الجيش اول احساس يجيني هو الوحده، الاطمئنان، الالتئام، خاصه الحمايه. نحن اليوم ننعم بالسياده الوطنيه والجيش الوطني الشعبي طبعا مرابط، نحيي الجنود الذين مرابطون على الحدود الاربعه للوطن، كما انهم لعبوا دور هام في عمليه التنميه الوطنيه. الجيش الشعبي الوطني شارك في عديد يعني الواجبات اللي كانت يعني محوريه، خاصه في هذا الصيف شفنا الحرائق التي يعني اللي شارك في الجيش في اطفائها في وقت قياسي جدا، وهذا الشيء يرجع يعني لاحترافيه افراد الجيش الشعبي الوطني. ايضا شفنا المرابطين على الحدود ومنعهم يعني العديد من محاولات ادخال السموم للوطن. الحديث عن الجيش هو حديث عن الشعب، فهو خلاصة وعصارة الروح الجزائرية المتوثبة الأبية المتضامنة المتلاحمة. نجدد العهد على أننا نحن يعني الشعب والجيش واحد، لا نتفرق أبدا، كل ما يسرنا دوما هو خدمة هذا الوطن. البلاد هذه تحتاج الأمن، تحتاج الجيش اللي يحميها اللي يوقف معها واللي يوقف بجانبها. قولوا للجيش شكرا وتحية لكم. والجلية والوطنية بالخارج وإن كانت في بلاد المهجر، إلا أن افتخارها بالجيش الوطني الشعبي نابع من القلب. بمناسبة اليوم الوطني للجيش، الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، نتمنى له يعني التطور والازدهار تحت القيادة الرشيدة وتحت يعني القيادة الحكيمة اللي راهي تساير في الأمور. الجيش الجزائري هو ركيزة وعماد هذه البلاد، هو حامي الحدود، هو في الحقيقة الواجهة التي نرفع فيها من خلالها رؤوسنا اليوم. هو يقوم اليوم بأداء جبار خاصة في هذا التحول الرقمي والعلمي، وهو يواكب هذه العصرنة. Notre armée nationale a encore un rôle à jouer qui est celui de la de la concrétisation des idéaux de notre révolution et aussi donc porter au firmament l'Algérie et ses enfants. On a vu, je l'en ai vu dans notre armée, des jeunes, des personnes issues de familles les moins et les plus modestes accéder au rang important parce que la société algérienne, le principe de notre ANP, héritière de la LN, et de donner la chance à tout le peuple d'intégrer cette institution et de participer à la préservation du pays et de notre territoire. والتلفزيون الجزائري يرافق الاحتفال باليوم الوطني للجيش في طبعته الثانية من خلال يوم مفتوح اليوم للوقوف على مسار بناء الجيش الوطني الشعبي من النشأة إلى الاحترافية وتسليط الضوء على أدواره الريادية التي لا يحيد عنها في حماية الوطن والاضطلاع بمهامه الدستورية ضمانا للأمن الشامل وتكريسا لرابطة جيش أمة والتلاحم الأبدية.
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العصومي بجهود رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في الدفاع عن القضايا العربية خلال استقبال مندوب الجزائر لدى جامعة الدول العربية عبد الحميد الشبيرة بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، مطمنا الدور الكبير للجزائر على الساحة العربية والإقليمية والدولية من خلال الدبلوماسية الحكيمة والسياسة الرشيدة بقيادة رئيس الجمهورية لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. كما جدد العصومي تهنئته للجزائر بمناسبة انتخابها مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوا غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2024-2025، مؤكدا أنه إنجاز دبلوماسي تاريخي يعكس دبلوماسية الجزائر النشطة ونموذجها التنموي المثمر ومساعيها الحثيثة التي تبذلها لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلام. ومن جانبه ثمن عبد الحميد شبير الدور الذي يلعبه البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي ونشاطه الملحوظ بقيادة رئيس البرلمان العربي لخدمة قضايا المنطقة. تنمويا، تشهد ولاية تسمسيلت حركية تنموية في مجالات مختلفة، حيث استفادت من 85 مشروعا التحسين الحضري يشمل إنجاز الأرصفة والمساحات الخضراء مع تهيئة الطرقات قصد تحسين الإطار المعيشي للمواطن، يقول مراد عبروسا. عبر عدد من أحياء عاصمة الولاية تسمسيلت انطلقت أشغال التحسين الحضري بتهيئة الأرصفة والطرق وإنجاز مساحات خضراء وأخرى للعب، هذا فيما تم استلام مشاريع أخرى مماثلة. كنا نحتاج وين نريحوا برا، والحمد لله اللي من طلق المشروع هذا بادرة على خير الحمد لله. حتى كاين مشاريع أخرى لهنا، تهيئة الأرصفة وتهيئة الطريق الاجتناب هنا للحي، هذا أيضا مشروع جيد. هذا الطريق يعني كانت محفرة والمواطنين كانوا ما يقدروش يمشوا فيها، كانوا يعني كانت صعيبة، وذوك الحمد لله بعد هذه المشاريع تاع التحسين الحضاري رانا التمسنا يعني وشلنا باللي تغيرت للأحسن، وراي مليحة يعني بالطابي وراي غاية، وحتى أصحاب المواطنين أصحاب السيارة ثاني يعني تفاعلوا كي شافوا الطريق كما هكذا. الطريق كان طريق مهترئ لعدة سنوات، والحمد لله اليوم رانا نشوفوا التهيئه في تسمسيلت راها مليحه. الشيء الملاحظ في ولايه تسمسيلت انه كاين شانجمون راديكال من ناحيه التهيئه تاع الطرقات والتحسن. مشاريع التهيئه الحضريه تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنميه الذي استفادت منه الولايه. فيه عمليه كبرى للتحسين الحضري، فيه 85 عمليه عبر إقليم الولاية، من بينها 41 عملية في عاصمة الولاية. اليوم قمنا بانطلاق 15 عملية لتهيئة بعض الأحياء، خلق مساحات خضراء، إعادة تأهيل الأحياء والطرقات. تجسيد هذه العمليات التنموية في الوسط الحضري سيكون له انعكاس إيجابي على حياة المواطن مع تحسين صورة المدينة. في ناحية تعرف بساتين الأشجار المثمرة بولاية طارف وفرة في الإنتاج بفضل استعمال التقنيات الحديثة في غرس أشجار التفاح المتأقلمة مع مناخ البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الصناعات التحويلية كالطماطم والعصائر. نور الدين بن عبسة. ببن مهيدي تجربة غرس التفاح فاقت التوقعات بفعل اختيار نوعية متأقلمة مع مناخ البحر والتقلبات الجوية الراهنة. سي دي فاريتي مبكرين باسكو نحنا في الموسم هذا عندنا نقص في الانتاج يعني، والحمد لله رانا مساهمين في حتى في من حيث الاسعار درك راهي يتراوح ما بين 150 حتى 300 دينار، اللي نشوفوا احنا التفاح يوصل حتى 200 و250 الف في بعض الاوقات. كعب الغزال فاكهه اينعت واعطت اكلها بعد ان كانت تستورد من خارج الوطن، وفره شهدتها الحقول دون استثناء بفضل دعم الدولة والمرافقة التقنية. كانت لاطاي تعرف إلا في التقليم إلا في الخريف، آخر الخريف احنا ولينا نديروا التقليم دوك في وقت الصيف، كانت مباشرة تقطف الغلة مباشرة ندخلوا في التقليم الصيفي هذا،
بعدها زدنا التقليم في وقت اخر الخريف، وصلنا بطريق تقطير هذا في التجربه تاع الخوخ هذه وكعب الغزال، وصلنا في نتائج جد متقدمه كما تشوفوا العام هذا والعوام اللي فاتت. مكننة جني الطماطم الصناعية باتت حقيقة بعد أن كانت مطلبا ملحا للفلاحين بسبب عزوف العاملين عن العمل في الأرض. بالحاصدة يستطيع جني أكثر من 3 إلى 4 هكتارات، وهو ما يترك الانطباع لدى الفلاحين أنه دولتنا تتدخل لمساعدة الفلاحين لدعم مثل هذه التقنيات التي من شأنها أن تكون بديلة. موسم فلاحي ميزته هذه السنة بولاية الطارف أن أشجاره المثمرة أكثر وفرة نتيجة التوسع في المساحات وإقبال الفلاحين على هذا النوع من الزراعة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا أساس لغة الضاد، وكلام الجزائريين له علاقة وطيدة باللغة العربية الفصيحة، علاقة فك رموزها وبين معانيها الكاتب مهدي بن راشد في كتابه معجم العامية الزيرية بلسان جزائري مبين. عن الكتاب وكاتبه يقول يوسف طفار: حتى لا تندثر الكلمات وحفاظا على الهوية، الكاتب الصحفي مهدي بن راشد 30 عاما من الجد والكد وراء المعاني والمفردات وصيغ الكلام، خاض تجربة معجمية للمنطوق والكلمات الجزائرية بلسان عربي مبين. عندما يندثر الجانب المادي في المدينة لن يبقى لك سوى الجانب اللامادي. اندهش كثيرا عندما أسمع بعض المشارق الذين يقولون إن اللهجة الجزائرية لهجة غير مفهومة لدى العرب. هو الموروث اللامادي الذي حافظت عليه الجدات ردحا من الزمن. وحنا بساطر في صغور طيجة جنسة في قابل الورود يسقينا زود. استمعت لهؤلاء العجائز، استمعت إلى النسوة، استمعت إلى البحارة، استمعت إلى الناس في المقاهي وفي الأسواق وفي الأماكن العامة. لعلنا الجنس الوحيد الذي استطعنا أن ننحث تصغيرا لكلمة ماء. العجوز الجزائرية تقول لك أعطيني مويها. كلمة القردون، كان يعتقد كثير من سكان العاصمة أن القردون مأخوذة من كلمة كوردون، في الحقيقة لا، القردون مأخوذة من كلمة قردن، والقردن هو طفى الإنسان. مغامرة المهدي بن راشد تجربة إنسانية وعلمية وتراثية بامتياز، وجهد فكري كبير. ومعجم العامية الجزائرية بلسان جزائري مبين كتاب سافر إلى أروقة اليونسكو ليكون سفيرا وناطقا للثقافة الجزائرية. علينا أن ننتبه إلى أن الأجرمية خرجت من هنا. هنا كثيرا من علماء اللغة، أب اللسانيات العربية هو الدكتور الحاج صالح رحمه الله، خولة طالب الإبراهيمي، الدكتورة خولة طالب الإبراهيمي أمدت كثيرا في ربط العلاقة بين الأداءات المختلفة للعربية. ومن لغة الضاد ومكنوناتها إلى رحاب الذكر الحكيم، فالمدرسة القرآنية التوبة بولاية بشار مقصد لتشجيع الناشئة على حفظ وتلاوة القرآن الكريم. عبد النور هامل: تقوية لمسار حفظ القرآن الكريم وتجويده، برنامج خاص بالفترة الصيفية بالمدرسة القرآنية التوبة بولاية بشار. أكثر من 100 طالب يعكفون على حفظ وتجويد وقراءة القرآن الكريم. هنا في المدرسة عندما نحفظ كتاب الله نتطرق لبعض المتون، كمتون في علم التجويد مثل متن تحفة الأطفال، ومتون في الفقه مثل متن ابن عاشر.
ونسأل الله أن يبارك لنا فيما علمنا وينفعنا ويزيدنا علما إن شاء الله. يقول الله في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القرآن الكريم كتاب أنزل من عند الرحمن، لقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. ونحمد الله تعالى على حفظنا الكتاب الكريم، وندعو أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة. يلتزم الطالب بحفظ ربع أو ثمن حزب يوميا بشرط إتقان أحكام التلاوة، فيما تخصص حلقات للمراجعة والتثبيت للذين تجاوز حفظهم نصف القرآن الكريم، حيث يلتزم الطالب بمراجعة حزب فأكثر يوميا. المدرسة عمرها من 2014 ليوم الناس هذا. عندنا في العام عندنا توقيتين، توقيت شتوي توقيت صيفي. التوقيت الصيفي من 8 إلى 11 صباحا، ومن 4:30 تقريبا إلى صلاة العشاء مساء. وعندنا التوقيت الشتوي عندنا مساء من 3 مساء إلى بعد صلاة العشاء. الخيرية في تعليم كتاب الله وتعلمه، في حديثه صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هي مشاهد تملأ النفس نشوة وفرحا بحفظ كتاب الله. ونختم بأجواء موسم الاصطياف وبهدف مد الجسور بين أبناء الجالية والوطن الأم، أجواء ممتعة واسترخاء وراحة يقضيها أطفال جاليتنا بالمخيم الصيفي بولاية الشلف، كما استفادوا من برنامج ثري ومتنوع تخللته زيارات للمعالم الأثرية وخرجات سياحية إلى العديد من ولايات غرب الوطن. المزيد مع كريمة الأشمطة. بغبطة ونشوة استطلاع يهرول أطفال الجالية لعيش تفاصيل وطنهم غوصا في أعماق تاريخه وتلقن ثوابته الوطنية. قصبة تنس العتيقة تحتضن براعم الغربة عبر أزقتها. جينا نزوروا الجامع القديم، درنا في لافيلا القديمة أول ما في تنس، درنا في الزنق كاع الزناقة تاعهم. جينا لمدينة تنس القديمة باه نكتشفوا القصص تاعها والقصص تاع بلادنا. صافي بليزيغ فريمون، شمة مليحة ريحة البلاد، و صافي بليزيغ جينا هنا. خاطش أنا صافي لونتون ما جيتش بلادي، صح سافيدير سافيدير لودور دو بلاد مليحة. جينا هنا باش نزورو الشهداء اللي ماتوا هنا في الجزائر، ورانا فخورين بزاف لان جينا وقرينا عليهم والله يرحمهم، وداروا بزاف لبلادنا الجزائر. انا زدت في فرنسا ولكن انا جزائري، والله راني فخور بزاف وتحية بلادي. هي حلقة من حلقات الخرجات الاستكشافية لأبناء الجزائر من مغتربيها، وفي ذلك تقرب انتماء وتثمين لروابط الهوية مع الوطن الأم. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. مشاهدينا، أشكر لكم المتابعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.